عشان الشباب اللي ما قدروا يجوا. الآن شباب، الانيميشنز نفس الديتابيس من ناحية الطرق كثير كثير. ظليتني أدور على طريقة مبسطة ممكن تفيدكم في الانيميشنز، ولقيت كيف انك انت تبني الاكشنز اللي بدك اياهم كلهم في XML files، وبعدين فقط انك انت تصير تنادي هذا الاكشن بس. طيب، هل هي هاي الطريقة الوحيدة؟ الجواب لا. ممكن انه حدا يحكي لا، انا والله صراحة بدي ابني تقريبا كل اشي عندي يا انا في الكتلن. نعم ممكن. يعني هل ممكن انه انا مثلا، يعني لو جبت اوبجكت، لو عملت امبورت لاوبجكت معين وحطيته في الدروابلز، ممكن ان انا بالكتلن اعطيه اكشن؟ طبعا ممكن بالكتلن تعطيه اكشن. طب الاكشن هذا يعني يعني من الشغلات اللي معروفة فقط؟ لا، ممكن انت تخترع الاكشن. حتى انت اساسا ممكن بالاكس ام ال ترسم الاوبجكت اللي انت بدك اياه. انت تحكي والله بدي هذا الاوبجكت، وهيك رسمته، وهيك وصفه، وهيك هيك حجمه، وهيك لونه. انت بترسمه نفسه، بترسمه بالاكس ام ال كود، وبصير عندك الاوبجكت اوتوماتيكلي موجود في الابلكيشن. بصفي عندك انت انه لما انا الاوبجكت صار عندي موجود، الحركات والاكشنز اللي بدي اعطيهم، اعطيهم بالاكس ام ال ولا اعطيهم بالكوتلين يكونوا معظمهم. انا لما بحكي اعطيهم بالاكس ام ال اكيد في جزء كوتلين لكن جزء صغير، ولا انه لا انا بدي الجزء كلياته يكون من الكوتلين وانا بدي اشتغل بتفاصيله واحده واحده. هدول التنتين موجودات. اليوم راح اعطيكم الطريقه الابسط منهم، اللي هو كيف نعمل الانيميشنز لكن باستخدام مجموعه انت تبنيها من الاكس ام ال فايل. والسورس لهاي المحاضره هو جيكس فور جيكس. انا هذا الموقع شفت عليه ابسط مثال. انا دائما بدور على شيء يكون مبسط، وانا صراحه باخذ منه كثير في مواد البرمجة اللي أنا بدرسهم عموما. الآن شباب نبدأ، طالما حكينا الطريقة الأولى، نبدأ في الـ XML Attributes. فكرة الأنيميشن هي إجراء تغيير على صفة معينة للأوبجكت اللي أمامك. يعني أولا لو طلعتوا على السطر رقم 3، أندرويد from alpha it is the starting alpha value for the animation where 1 means fully opaque and 0 means fully transparent. طلع على ال opacity. شو يعني ال opacity؟ على اليمين إذا كان أنت أعطيته رقم 1 معناها هو في أعلى درجات الوضوح، مبين هيك كونتراست تبعه عالي. بينما لو انت وصلت فيه لصفر في الاوباسيتي زي اخر واحد هون، معناه هو شفاف الاوبجكت هاد لدرجه انه انت بتقدر تحكي الفيزيبيليتي تبعته خليها تصير فولس. انا بديش اياه مبين، هو صار شفاف يعني كانه وجوده زي عدمه. بتقدر تعمل الفيزيبيليتي انها تبطل تكون true، الفيزيبيليتي تصير اصلا فولس. طيب ايش الاكشن؟ الاكشن انت اساسا ممكن تحكي اللي هو شفاف كثير ومش مبين الاوبجكت انك تخليه عنده opacity 1، ولا اللي يكون عنده 1 مثلا تخليه لتحت. هيك انت هيك بنيت اكشن. بتخيل هاي شفناها كلنا في كثير ابلكيشنز. بتشغل الابلكيشن فجأة بعد شوية، ممكن إنه يعني بوتن، ممكن تكست، ممكن أوبجكت معين يظهر أو يختفي بناء على خيارات أنت عملتهم في الأبليكيشن الواحدة. هذه أنيميشن مبسطة. نعم، الآن from alpha يعني أنا لما أنا بدي أعمل أكشن بناء على الأوباسيتي بيبدأ من كذا إلى كذا. إذا أنا بدي يختفي معناها بيبدأ من 1 ويروح باتجاه 0، أنا بدي إياه يضل
او اسف يبين يظهر، بروح انا مثلا من صفر او حوالين صفر وبروح باتجاه واحد. عشان هيك في عندي انا from الفا وعندي to الفا. الان ID يفضل انه يكون انت في عندك ID منفصل لكل اكشن انت بدك اياه. هسه بتشوف معنا ليش، يعني لانه انت راح تستدعيه بعد شوي بالاسم اللي انت بتختاره. الان احنا بنشوف انه في جيمز فيهم حركة نطنطة من فوق لتحت ومن تحت لفوق، فيهم حركة نطنطة. كيف النطنطة هاي كأنيميشن؟ النطنطة هي عبارة عن تغيير في الـ Y coordinate، الـ Y axis من فوق لتحت. فلذلك لو أنت اطلعت هون في عندي from Y delta و to Y delta، هذا يعني من وين يبدأ هذا الأوبجكت وين ينتهي. لو أنت حكيت له ابدأ من نقطة مثلا صفر لنقطة مثلا ناقص 100 اللي هي فوق 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 مثلا، ساعتها انت عملت حركة انه الاشي اللي انت الاوبجكت هذا يطير امامك من الارض لاخر الابليكيشن لفوق مثلا، او العكس بالعكس طبعا. الان اول واحدة انا تركتها اللي هي ايش؟ الاندرويد ديوريشن. ايش هاي الديوريشن اتريبيوت؟ هذا الديوريشن لما انت تبني اكشن، هذا الاكشن كم مدته؟ يعني احنا هسه حكينا يكون شفاف ويصير يصير واضح كثير، الاوباسيتي عالية. كم بده وقت لينتقل من شفاف لهاي؟ انت بدك اياه سريع يعني مثلا اجزاء من الثانية، ولا بدك اياه بطيء في خلال ثانية ثانيتين؟ فهاي الاندرويد ديوريشن. واللي تحت اخر واحدة اللي هي الاندرويد ستارت اوفست. الاندرويد ستارت اوفست لما تشوفوا كلمه اوفست معناها هي المسافه او الزمن اللي انت لازم تتركه او انت حاب تتركه قبل ما يبدا الاكشن. يعني انا بحكي لك الاوفست كزمن كوقت مثلا نص ثانيه. شو قصدي بهذا الكلام؟ اعمل ديلي للاكشن هذا انه يبدا مدته نص ثانيه، يعني ما تخليهوش يبدا فورا. يعني لو انا مثلا بدي الاكشن بيست على كبسه بتنكبس، استنى نص ثانيه وبعدين اعمل الاكشن، تعمل ديلي في هاي الحركه. ليش؟ لانه هاي الشغله بتفيدك، لانه ممكن انه الاكشن اللي انت شغاله فيه الابلكيشن حاليا لسه ما خلص، فانت عمالك بتشوف الاكشنز بتتقاطع، فبتروح بتصير تعمل ديلي على واحد والتاني زي ما بدك. وهاي مثلا اليوم مثلا على سبيل المثال، هاي اليوم انتوا راح تشوفوا عليها مثال كيف احنا هينا حكينا لك اياها كيف تعملها بالاكس ام ال. لكن برضو في فانكشن بدون ما انت تبني اكس ام ال فايل يعمل لك هذا الاكشن والديلي، والى يعني يعمل لك اكشن فيه ديلي. لا ممكن انه انت تخلي الديلي بس بالكود، بصير بالكوتلين كود يعني بصير. فعندك هي تقدر تستخدمها، تحطها في الاكس ام ال وتضيف عليها هذا الاوفست، وبتقدر تخليها زي ما هي في الاكس ام ال اكشن عادي، والاوفست هذا تضيفه من الكوتلين. هذا دليل على اللي كنا احنا عمالنا بنحكي فيه. تمام، هاي الجزء الاولاني من الاتريبيوتس. احنا عندنا جزئين من الاتريبيوتس. الجزء الثاني اللي هو البيفت في اتجاه الاكس والبيفت في اتجاه الواي. الان المتوقع انه لما انت تطلب يعني اكشن معين، انه هذا الاكشن له ديفولت مكان ديفولت في الابليكيشن تبعتك انه يصير. يعني مثلا عادة في الابليكيشنز اذا انت خليت تكست تبين وينعملها زومينج اوت وزومينج ان، عادة
بتبدأ بالنص، في نص الشاشة بالضبط. أنت حابب هذا الإشي تغيره، أنا حابب الأكشنز ما تتقاطعش مع بعض، وبدي أشغلهم كلهم مع بعض، وبدي أخلي طابة بتتحرك بهذا الاتجاه، وبدي أخلي تكست عمالها بتتحرك أو بتكبر وبتصغر في هذا الاتجاه. فلذلك بدي كل واحد فيهم أبعده عن الثاني. بتروح أنت بتيجي إيش؟ بتغير البيفت إكس والبيفت واي. لو حطيتهم باتجاه الاصفار صفر صفر، معناه بيكون زي الفيجر اللي على اليمين، انه انت رفعت الاكشن للتوب ليفت. وعادة زي ما اتفقنا، اي اوبجكت ملوش كونسترينت بيروح على التوب ليفت، اللي هي ايش؟ اللي هي بالكوردينيت صفر صفر. التوب ليفت اللي هي بالكوردينيت صفر صفر. تمام، هذا بالنسبة للبيفت اكس والبيفت واي. الآن الاندرويد فروم اكس سكيل وفروم واي سكيل، هذا انا الآن بدي اغير في حجم اوبجكت، سواء كلمة سواء يعني طابة، اي شيء انت بدك تعمل عليه الاكشن بدك تغير فيها حجمه. From X scale to X scale، هذا من الحجم القديم إلى الحجم الحديث. From Y scale to Y scale، من الحجم من الحجم Y من الطول يعني بال Y axis للقديم للجديد. طيب أنا بتوقع منكم إنه أنت فقط بتكون قاصد ذلك إذا أنت استخدمت الـ from x scale وما استخدمتش الـ from y scale، لأنه عادة شباب لما أنت بتصغر إشي على مستوى الـ x بصغر برضو على مستوى الـ y. مش معقول إنك أنت بتصغره في الـ coordinates في الـ x في الـ x axis في اتجاه الـ x axis بس ما بتغيرش حجمه في الـ y. هاي يعني زي كأنك أنت جبت object وصغرته بس ضليته هيك واقف، يعني كان هيك صار خط مستقيم واقف، مش انه صغر صار نقطة من جميع الجهات، لا صغر من الجنبين يمين وشمال وصار خط مستقيم واقف، او صغر من فوق وتحت وصار خط مستقيم افقي. هذا اذا انت بدك اساسا هذا الاكشن يكون بهاي الصورة. تمام، الان الـ starting from degrees، اول ما تشوف ديجريز في الانيميشن في لغات البرمجة المختلفة، تعرف ان قصدنا فيها نعمل روتيت، نغير الاتجاه تبع الاوبجكت اللي امامك، نعمل له روتيت يمين او شمال مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة وكم المقدار. تمام، اذا شباب فهمتوا هذول السلايدين وانتم عمالكم بتراجعوا في المادة، فكل ما تبقى عليكم سهل، بس تفهم انه هدول السلايدين كيف انبنوا عشان انت بدك تستخدم هاي الانيميشن. الان على سبيل المثال حركة باونسينج، شو حركة باونسينج؟ الباونسينج يا شباب هي الباونسينج هي عمل هي زي الحركة زي تبعت الطابة، كيف الطابة اللي بتكون مثلا انت بترميها من فوق لتحت بتضرب بالأرض وبعدين ترد تطلع من الأرض وبعدين بس لمسافة مش أعلى زي المسافة اللي كانت فيها بداية، بعدين ترجع تنزل وبتضلها تمشي وتهدى. هاي العملية بسموها باونسينج. إيش هي عملية الباونسينج؟ زي ما هو واضح بالنسبة لكم، عملية فيها تغيير على مستوى الواي كوردينيت، تكون فوق بتنزل تحت بتنزل بتطلع لفوق إلى آخره، تغيير. طيب الآن شوفوا الباونسينج. الباونسينج شباب الاتريبيوت هاد اللي جوا المين اتريبيوت، الاتريبيوت تبعه هو اسمه مثلا هون ترانزليت هاد، انت بتعطيني وصف كل مكان هذا الاوبجكت راح يكون فيه، مره راح يكون فوق مره راح يكون تحت بعدين راح يطلع من تحت لفوق كم مره،
تعطيني وصف بترانزليت اتريبيوت لكل مكان متوقع انه يكون فيه، وبعدين احنا بنحرك لك اياه. كان فوق صار تحت، معناه انت قصدك انه بده ينزل نزول. اوكي، بعدين كان تحت صار فوق، معناه قصدك بده يطلع شويه، لوين بده يطلع ثم بده ينزل. هيك احنا بنحرك لك اياه بعدين، بس انت الان اعرف الاماكن تبعتهم. طيب هون انا هيني بنيته بالاكس ام ال. يعني شو يعني بنيته بالاكس ام ال؟ يعني بتوقع منك انه هذا الاكس ام ال كود انك انت الان بتاخده بتعمل له كوبي وبتحطه في ملف اكس ام ال لحاله. بتيجي على الريسورسز، بتعرفوا انتم في البروجكت تبعك لما تعمل كرييت نيو بروجكت في عندك ريسورسز فولدر اللي زمان تعلمنا فيه على الدروبلز، اللي زمان حطينا منه ايمج فيو. اذا بتتذكروا عند الابلكيشن تبعت الرياضيات كان في عندنا ايمج فيو، جبنا صوره من برا الابلكيشن ضفناها على الدروبلز جوا الريسورسز فولدر، وبعدين اخذناها من هناك وحطيناها في الايمج فيو. هون نفس الشيء انا بحكي لك، اعمل جوا الريسورسز فولدر. هسه عندي سيت اوف اكشنز، هذول ريسورسز. اعمل جوا الريسورسز فولدر سميه مثلا انيميشن على سبيل المثال، و اعمل ملفات اكس ام ال جوها، حط الكونتنت تبعهم زي التالي. شو التالي؟ مثلا الملف الاكسل اللي اسمه bounce.xml، هذا الملف بده يعمل حركه في الواي كوردينيت، واتفقنا الان انه الحركه في الواي كوردينيت في عندي اتريبيوت لها اسمها translate، وهذا هو الاكشن باستخدام الاكس ام ال. هي عملناهم اول مكان، ثاني مكان، ثالث مكان، الان بنحكي عنهم. بلان بي، في عندي اصلا translate animation كلاس موجود، تقدر تعمل له انت امبورت وما تحتاج الاكس ام ال فايل هذا. انت تيجي تبني الترانزليت اكشن زي ما بدك، راح يضل اسمه ترانزليت هون في الاكس ام ال اتريبيوت اسمه ترانزليت، وهناك برضو اسمه ترانزليت او ترانزليشن. فانت بتروح بتجيب هذاك الكلاس وما تشتغلش في الاكس ام ال، وكل البارامترز تاعون الواي هذول عبيهم جوا بارامترز جوا الاوبجكت اللي راح تاخده من هذاك الكلاس. مسموح؟ اه طبعا مسموح. انت انا بعطيك طريقه، وانت اللي بيعجبك من الطرق اللي موجوده في العالم تقدر تستخدمها عاد. تمام، معناها هون انا عمالي بحكي له فروم واي دلتا 100% من المكان، من الموقع 100% انزل تحت لا ناقص 20%. طيب انا هسه صرت في المكان ناقص 20%، انا انزل من المكان اللي كنت فيه فوق للمكان اللي تحت خلال كم؟ خلال 300 ميلي سكند. هاي الديوريشن، خلال 300 ميلي سكند. 300 ميلي سكند يعني تقريبا ثلث ثانية، لأن الثانية 1000 ميلي سكند، 300 ميلي سكند يعني ثلث ثانية. هسه أنا صرت شباب موجود هون عند الناقص 20% كمكان، أنا في الناقص 20% لتحت. الحركة الثانية في الباونسينج، أنت وصلت تحت لازم ترجع تطلع. فبنحكي لك يلا أوكي، من الناقص 20% ارجع اطلع للعشرة في المية، والمرة هاي الطلعة خليها في 150 في 150 جزء من الثانية. لكن لو سمحت انا خايف انه هذا الاكشن اللي هو النزول من المية للعشرين يطول شوية، فلذلك ما تبدأ انت في هذا الاكشن الثاني غير بعد ديلي مقداره نص ثانية. مش احنا حكينا انه هذا بده 300 ميلي سكند، اللي تحت قبل ما يبدأ بيكون عمل 500 ميلي سكند انتظار ثم عمل الأكشن الثاني. اللي تحت بكون انتظر 1000 ميلي سكند، احنا عندي هون 300 وعندي هون 500 أوفست وعندي هون 150، هاي 950. انت استنى احتياطا 1000، استنى 1000
وبعدين اعمل الحركة تبعتك. شو الحركة تبعتك؟ احنا هون وصلنا ل10%، ارجع هون للصفر، للمكان رقم صفر، البوزيشن رقم صفر، وخلي هاي الحركة معاك تأخذ 100 جزء من الثانية. الآن أنا ما حكيت عن تفاصيل الأرقام، أخذتهم as is اللي هما 100 وناقص 100 ناقص 20% وبعدين نصير على الصفر. لكن أنت مش عاجبك هذا الباونسينج، بتوقع منك في الجزء العملي إنه أنت بتكون عمالك بتغير في هدول زي ما بدك. صراحة أنا بدي إياه من 100 ل 30، أنا بدي أتعلم على الاميليتر عندي، التلفون اللي انا اخترته يبين عندي بالعاده البيكسل 3 اكس ال 5 اكس ال اللي حكينا عنه زمان، اميليتر عندك معرف او جهازك انت الخاص، بدك انت تشوف شو احسن عيارات له. انا صراحه ال 100% بشوفها كثير عاليه، فال 20% يعني صراحه برضو كثير واطي. انا بدي ابداها من عند 80% لكذا. شاشة التليفون تبعتي واسعة زيادة، شاشة التليفون تبعتي ضيقة، فلذلك بدي أخليها زي هيك مثلا. لا، هذا راح أنا أتركه إلكم أنتو، أنتو بتقرروا من وين نبدأ وإلى آخره. طيب ليش أنت عامل لنا هون الباونسينج ثلاث حركات بس؟ ما هو الطابة لما تنزل من مكان عالي تضرب بالأرض ممكن تعمل أكشن 2 3 4 5، ليش أنت محددهم بثلاثة؟ برضو هذا يوزر ديفايند. أنت تعال هون اعمل كوبي لهاي الترانزليت وحطها تحتيها واعمل عاير هدول زي ما انا شرحت لك صح، وانت بتضيف اكشن جديد على الطابة او على اي اوبجكت انت بدك تحركه باونسينج. تمام اوكي. هلا هذا شباب اول كود، في حدا فيكم شايف انه هون في هذا الكود في اشي بده نعيد عليه؟ بيعنيني انه انتم تكونوا فاهمين صح، راح بعد شوي تصيروا تنسخوه نسخ، والنسخ واللصق هو سحر البرمجه، لكن انا بيعنيني انه انتم بتعرفوا شو انتم عملكم بتنسخوا. في اشي هون شباب بالنسبه لكم حابين تستوضحوا احكوا لي. طيب ان شاء الله انه بالنسبه لي الموضوع بالنسبه لكم الموضوع واضح ان شاء الله، وانكم مركزين معي في يوم الخميس الاخير من رمضان، مش نايمين، مش مغلبكم الصيام، يعني ان شاء الله انه تركيزكم معي منيح، لانه هذا بدنا اياه احنا في كل ابلكيشن. يلا شوف الان فيد ان، لاحظوا شو الجزء اللي انا عمالي بستخدمه هون. اول واحد حكينا عنه اللي هو الالفا، فيد ان. فيد ان يعني انت بدك تخلي الاوبجكت اللي ما كانش واضح كان تقريبا الترانسبيرنت يرجع يوضح 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 لحد ما يصير بالوضوح الكامل، الكونتراست تبعه عالي. هذا هو الالفا اللي احنا حكينا عنه، هذا اول اوبجكت. وحكينا الصفر يعني انه هذا الاوبجكت كومبليتلي ترانسبيرنت، والواحد يعني انه هذا الاوبجكت في اعلى درجات الوضوح. فانا عمالي بحكي لك فيد ان، فيد ان يعني وضحه مش خليه شفاف، هذيك فيد اوت. الفيد ان يعني نوضحه، احنا نزيد المحتوى اللون تبعه عشان يبين اكثر. نحكي لك هذا الاتريبيوت اسمه الفا، في خلال ثانية يعني 1000 ملي سكند، في خلال ثانية بدي اياك تنتقل من 0.1 في الالفا لواحد، يعني من تقريبا شفاف ل واضح جدا. تخيل انت لو عملت هاي 3000 ملي سكند مثلا، شوف الاوبجكت بيكون عماله ببين شوي 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 شوي، بده ثلث ثواني، 1 2 3، بده ثلث ثواني ليبين صح الاوبجكت. وهذا الاشي احنا بنشوفه كثير، بيكون شعار لشركات في الموبايل ابلكيشن، شعار الشركة اول ما انت تشغل الموبايل ابلكيشن بصير شعار الشركه يجي شوي 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 لحد ما يبين شعار الشركه. فهي الانيميشن ان شاء الله انها راح تفيدك منيح.
كود كامل طبعا اسمه فيد ان، تعمله يعني في ملف اكس ام ال منفصل، بتحطه في الانيميشن فولدر اللي حكينا عنه قبل شويه جوا المين ريسورسز فولدر. فيد اوت راح تكون العكس، فيد اوت انتقل في ثانيه من واحد لبوينت واحد او لصفر، يروح خليه يصير تقريبا شفاف. طبعا شباب هاي الشغلة الإضافية مش إجبارية، إضافية. لما الأوبجكت يصير شفاف، أنت خلاص قررت إنه هذا الأوبجكت الآن بدك إياه خليه يصير شفاف، عدل فيه الفيزابيليتي، يعني روح واعمل له تعديل في الفيزابيليتي، خليه يعني في الفيزابيليتي يصير يعني مختفي بالكامل. ليش؟ لأنه أنا ما بدي، وهي اللخبطة بتصير كثير، لو طلعت أنت من الأكتيفيتي على أكتيفيتي ثانية ورديت رجعت على الأكتيفيتي الأولى تلاقيه رجع بين، بنتظر منك أنك أنت تعمل له الأكشن تبع الإخفاء مرة ثانية. لا، إذا أنت أخفيت أوبجكت وخلص بدك شيء يظهر، روح على الفيزيبيليتي تبعته بعد هذا الأكشن وغيرها علشان ما يرجعش يبين مرة ثانية. مرة ثانية طبعا هذا بتاخده وبتبنيه جوا separate XML file في الـ resources في الـ animation folder. rotate غير لي الاتجاه تبعه، خلي لي هذا الأوبجكت يلف يمين أو شمال. شوف يا سيدي العزيز، بحكي لك في خلال ثانية بدي اياك تنتقل في الديجريز من صفر، شوف اخر سطر 360. لما واحد يحكي لك بدي اياك 360 درجة تلف، معناه لفة كاملة من الصفر لل 360، هاي لفة كاملة. لو حكيت لك بدي الاوبجكت يلف بحيث انه ينعكس، تحكي لي اوكي بسيطة، هاي 180 درجة، نص اللفة الكاملة. اللي بيكون يمين بصير شمال، واللي بيكون شمال بصير يمين، بنعكس الأوبجكت. طيب هون أنا عمالي بحكي لك لو سمحت 50% أنا بدي إياك تعمل يعني تبعد الأوفست في مجال الإكس 50% وفي مجال الواي برضو 50%، يعني خلي الأكشن تبع الروتيت تبعك هذا يجي تقريبا في النص. وحكينا الشباب إحنا قبل شوية انه لو حطيت انه انت بدك اياهم صفار وصفار، بيجي كل الاكشن تبعك في الزاوية اليمين فوق، تمام؟ صفر في الاكس اسف صفر في الواي ومية في المية في الاكس، بتخليه يروح على الزاوية اليمين بدل الزاوية الشمال، وهيك على الوضع اللي انتم بتعرفوه، تمام؟ سلايد داون، انت بدك يعني الحركه انه الاوبجكت هذا ينزل لتحت، يكون فوق وينزل لتحت برضه مره ثانيه، هذه بشغل الواي. الواي دلتا خليها مثلا من ناقص 100 من ناقص 100 فوق 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 يصير صفر لتحت. طيب خلال كم؟ خلال 1000. سلايد اب بدها تكون العكس، اطلع لي من صفر مثلا للناقص 100، اعلى اشي فوق. زوم ان، هاي تريكي شويه، لكن الناس اللي في يوم من الايام اشتغلوا على الابلكيشنز تبعت الانيميشن لحالها، الناس اللي بتعرف في الفلاش على سبيل المثال الادوبي فلاش، الناس اللي في يوم من الايام اشتغلوا على اليونيتي، وطبعا انا هدول انا بنصح فيهم شباب وبشده انه انت يكون في عندك خبره في الأدوبي فلاش وأدوبي فلاش 3D مثلا كمان، وإنك أنت مثلا حكينا عن اليونيتي زمان، إنك أنت تصير تقدر تبني أبليكيشنز باستخدام اليونيتي وخاصة الـ AR والـ VR. هدول حاليا في السوق في الأردن وفي أوروبا، هدول اللي أنا بس بعرف عنهم مطلوبين بكثرة. الناس اللي عندهم خبرة بالأدوبي فلاش 3D واليونيتي، هذول المنفصلات عن بعض مثلا، واليونيتي ناس لسه عليهم طلب كبير. الزوم ان الفكره تبعته انه لما انت بتعمل زوم ان معناه انت بتكبر الاشي، انت بتكبر الاشي.
لذلك انا بطلع طبعا التكبير اللي احنا حكيناه هون تكبير انه يعني في الاتجاهين، في اتجاه الاكس واتجاه الواي. فانا بحكي لك الوضع الحالي للاوبجكت، الحاله الطبيعيه للاوبجكت لما نحط على هاي الاكتيفيتي هيك حجمه واحد، هذا هو الحجم تبعه، هذا هو المية في المية، هذا هو الحجم الأصلي تبعه. أنا بدي يصير 150% من حجمه، يعني زيد لي على حجمه النص في الإكس وزيد لي على حجمه النص في الواي في خلال ثانية واحدة من أول ما يبلش الأكشن، في خلال ثانية واحدة. هذا الأتريبيوت اسمه سكيل، وأنا بدي إياه طبعاً يكون في النص، بديش إياه فوق في واحدة من الزوايا. زوم أوت، الآن صرت أنت فاهم، زوم أوت هو العكس. إيش العكس؟ يعني إنه أنت تكون كبير، أنت يعني شايفين هاد الوضع الحالي للأوبجكت هو الواحد، الإكس سكيل والواي سكيل هو الواحد، بس أنا بدي إياه يصير ينزل لنصه الحجم 0.5، ينزل لنصه في خلال واحد ثانية. هذا هو الزوم اوت. تمام، اوكي، هيك خلصنا الحكي عن الاكشنز اللي اعطيناكم اياهم من البداية في اول اثنين تيبل. الان عندي عملت الاكشن في الاكس ام ال فايل، كيف انادي؟ انا كان لازم احط لكم هون الكلاس، كمان احط لكم اللايبرز اللي انت بدك اياهم، بس بحاول اضيفهم على الفيرجن الاخير من المحاضره. علشان اناديهم في عندي كلاس اسمه انيميشن يوتيليتيز او انيميشن يوتيلز. هذا الكلاس اللي اسمه Animation Utils بيحدد لي الـ Animation Utilities in general لكل إشي، وجواه كثير methods. علشان على سبيل المثال تطبق الـ Animation اللي انت اخترتها، أو تستدعي Animation من اللي انت بنيتهم بالـ XML file على سبيل المثال. فهون مثلا احنا عملنا الـ variable او عملنا الاوبجكت هذا animation utils لكلاس دوت لود animation، جيب لي احمل animation من الفولدر animation، الفولدر animation اللي احنا اخترناه قبل شويه. هذا مش اسم الفولدر، هذا ميثود، هي كلها اسم الميثود لود animation على الكرنت اكتيفيتي، لكن جيب لي انت زوم ان، جيب لي انت الزوم ان. احنا قبل شوي تعلمنا على الزوم ان، فانت بتجيب اسم ال XML file اللي انت حطيت فيه هون الاكشن. تمام، في الابليكيشن هاي زي ما انتم شايفين اسم الفولدر مش animation، اسم الفولدر anim، هون اسم الفولدر اللي في الريسورسز. لما كنا نروح على XML ثاني كنا نحط r.layout، نروح على الـ على الـ على الـ XML الآخر العام يعني. هسا أنا عملت فولدر اسمه animation أو anim في هاي الابليكيشن r.anim، وجوا الـ XML اللي جوا الأكشن. تمام، الآن هيني أنا عرفت صار في عندي object بيعمل فيه يعني بيعمل corresponding للأكشن اللي اسمه zoom in. بدي اطبقه، عايش بدك تطبقه، بطبقه على تكست فيو. طيب يلا تكست فيو دوت ستارت انيميشن، تكست فيو ما هو اساسا عندي اوبجكت دوت ستارت انيميشن لا الانيميشن زوم ان، هيو هذا اللي انا قبل شوي بنيته هون للانيميشن زوم ان. هيك انت بتكون خليت التكست فيو هذا ينعمل له زوم ان بناء على الاكس ام ال فايل اللي احنا بنيناه. بس هيك مطلوب منك في الكوتلين في المثال تبعنا هذا اللي احنا حكينا راح نحط كل الاكشن جوا الاكس ام ال، بس هيك مطلوب منك في الكوتلين بتعمل هاي. تمام، الان اعمل تكست فيو واحد حسب الابلكيشن اللي راح نفرجيكم اياها. اعمل تكست فيو واحد
هون هاي التكست فيو، وبعدين هذا التكست فيو اعمل كذا كبسه، كل كبسه حط فيها هذا الاكشن اللي تحت على السيت اون كليك لسنر، حط فيها هذا الاكشن، اعمل لود للانيميشن واعمل ستارت للانيميشن. نتوقع منك طلعون هلا مثلا شو الفاينل اوتبوت لهي هاي الابلكيشن، هاي التكست فيو نعمل له تصغير، نعمل له تكبير، اول مره نعمل له فيد ان كان مخفي، هاي ان طلع لفوق من 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 هون طلع لفوق، نزل لتحت سلايد اب وسلايد داون، وشفتوا هاي هذا الباونسينج وهي هذا الروتيتنج. كل هذا ايش شباب؟ هذا عباره عن اكشنز احنا عملناه. يعني بعد شويه انت عمالك بتبني في البروجكت تبعك، اول ما شغلنا الابلكيشن انت كنت عامل انيميشن معينه. يفضل مثلا انت في الابلكيشن تبعتك انه لما ينعمل اكشن معين في الابلكيشن انه ينعمل انيميشن معاه عشان الواحد ينتبه اكثر على سبيل المثال، او شيء جمالي. فهسا انت بتعرف مثلا من هدول انت شو بدك تعمل. طبعا شباب هون احنا استخدمنا تكست فيو وطبقنا عليه كل هدول الشغلات. في امثله انك انت مثلا بتجيب طابه كره وبتضيف هاي الكره على الدروبلز، وبعدين بتدخل هذا الاوبجكت تبع الكره في الكود تبعك، وبتطبق عليها هدول اللي هون اللي تحت الاكشن اللي عندنا هدول اللي تحت، وبتصير الكره هاي اللي تظهر، الكره اللي تنطنط بالباونسينج، الكره اللي تلف بالروتيتنج. وهيك في النهاية اللي احنا طبقناه على تكست فيو انت بتطبقه على الاوبجكت اللي انت بدك اياه حسب الابليكيشن تبعتك. هلا شباب هيك بتكون انا محاضرتي خلصت. الجزء العملي لمحاضرة اليوم راح اطلب من المهندسة انها تسجل لكم اياه فيديو زي المرة الماضية، يضل عندكم هي تشتغلوا بتروي وتشوفوه انتو. وبعدين إذا كان في عندكم طبعا أسئلة بتراسلونا، بتحكوا معنا، بتكتبوا لنا، أو إنه المحاضرة الجاي يوم الخميس اللي بعد العيد، لأنه عندنا محاضرة راح تروح في عطلة العيد، بيكون يعني عندنا القدرة إنه نلتقي ونجاوب أسئلتكم كلها. إذا كان في عندكم أسئلة على الديتابيس أو على الأنيميشن لكتشرز بالتحديد المهمين هدول. هلا بالنسبة ل